نور دي مدرسه بشيء. اهلا وسهلا بكم مستمعي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. كيف ما كتشوفوا هذه دار ايلا للسقوط. الناس اللي عايشين فيها راه لا اله الا الله، الناس مكرفسين. ها انتم كيف ما كتشوفوا السيده اللي عايشه هنا البارح طاح على السقف وهي في الكوزينه على وليداتها. ها انتم كيف ما كتشوفوا هانتوما كيف ما كتشوفوا الناس هنا متضره بزاف. غناخذوا التصريح ديال هاد السيده هذه. اجي اختي هنا عافاك. شنو 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 الاضرار اللي لحقاتك بعد هاد الفيضانات ديال الشتا؟ القادوس كيتسد، كيبان كيتسد علينا القادوس، كيخرج ليا الماء من الشاطئ والارض رفعي صوتك شوية أختي. رفعي صوتك شوية الله يسهلك. واخا عاودينا الأضرار اللي وقعت لك في هاد الفيضانات، فين دخل عليك الماء؟ شنو وقع بالضبط؟ دخل عليا الماء في الأرض. الأرض كملي. طاح عليا السقف وبيت عندي كلشي اللي فوق، وطاح كلشي غايطيح. إلا ما طاحش كلشي هذا، كلشي غايطيح. فين واش من سقف هذا اللي طاح عليكم؟ هذا. حيدو. أجي أختي باش تبرير. هذا الشيء اللي داير لي. هذا الشيء اللي احنا أون لايف، احنا في المباشر أختي. احنا في المباشر أجي. مرحبا انا 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 م